كيف ما كتعرفوا اليوم عندنا يعني الندوه الصحفيه حول المعطيات بالنسبه للمعرض الدولي للكتاب والنشر اللي كيتنظم للمره الثانيه في مدينه الرباط. بالطبع المنتظر هو ان يكون واحد التنظيم يعني ذو المستوى العالي موجه للمواطنات والمواطنين، وان هذا المعرض كيف ما كتعرفوا عنده واحد الدور مهم جدا، لان هي فرصه لتبادل يعني الاراء والافكار مع الكتاب ما بين المواطنات والمواطنين والكتاب ديالهم، نتعرفوا على كتب جديده، وبالطبع دور كذلك باش لنشر الكتاب عند المغاربه، ونحن بحاجه الى هذا في ظل بعض المعطيات والارقام اللي كتجينا اللي كتخلعنا بعض المرات. بالطبع الوزاره عندها استراتيجيه كامله مع القطاعات المعنيه بالامر باش نشجعوا القراءه بالمعارض الدوليه بالمعارض الجهويه الاقليميه. تكلمت قبيله على المكاتب اللي خاصها تكون حاضره بقوه في الجهات المملكه، لان في الاخير فاش كنتكلموا على ان هناك ضعف للقراءه خصنا نسالوا راسنا واش هناك وجود للكتاب في الجهات المملكه. دونك هذه الاشكاليه هي اللي كنحاولوا نجاوبوا معها عبر هذه المعارض، عبر يعني مكاتب ثقافيه في الاقاليم ديال المملكه، وحتى في اطار الاستراتيجيه المشتركه اللي كنحاولوا نفعلوها مع قطاب التعليم، لان هو المعني الاول بالقراءه والدراسه ديال وليداتنا. فغيكون هناك يعني فتح المكتبات اللي تابعه لوزاره الثقافه للمدارس باش مره اخرى نحن دوله واحده ونحن حكومه واحده والكل معني بتشجيع القراءه في المملكه المغربيه. وشكرا. اليوم هذا اللقاء هذا اللي كنعتبروا اليوم هذه الدوره 26 ديال المعرض، ولكن الدوره الثانيه عندنا في الرباط في الجهه ديال الرباط. حنا كنت متعاقدين مع القطاع الحكومي في اطار اتفاقيه الشراكه، اتفاقيه اطار اللي كتشمل المجال الثقافي برمته. زدنا عليها اتفاقيه خاصه اللي هي خاصه معرض الكتاب. اذا اليوم عندنا مكتسب هو انه جبنا المعرض ديال الكتاب الجهه ديال الرباط، كان ناجح في السنه الماضيه، وقبل تكلمت على ان هذا المعرض يجب ان يعرف تطورا في العمق وفي الجوهر وكذلك في المواد اللي كاين فيها، واقترحنا على انه يكون معرض جهوي. هذه مبادره ديال الجهه لان دخل في اطار الاختصاص ديالنا باش نكونوا قريبين للمواطنين داخل الاقاليم. لتصدات ميزانيه وهي موثقه في الاتفاقيه ديال الاتفاقيه الخاصه، وحنا ملتزمين مع القطاع الحكومي انه كل سنه كنكونوا حاضرين معاه في هذا الملتقى بكل التزاماتنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.